بعد تحرير مدينة سرت كانت الشبكة يعني متهالكة أو تعرضت لعديد من المشاكل نتيجة الحرب أو نتيجة لبعض المشاكل السرقات اللي حدثت ما بعد التحرير. الآن يعني بالنسبة للشبكة الحمد لله يعني قرابة 75% أو 80% يعني رجعت الشبكة بالكامل للمدينة، وإن شاء الله ماشيين في خطوات للأفضل. يعني بالنسبة لعودة الكهرباء لمدينة سرت والحي السبعمية كانت العودة تدريجية، ذلك نتيجة لتضافر فنية الشركة العامة للكهرباء بسرت وأهالي المدينة تنادوا وقدموا ما لديهم من أجل عودة الكهرباء، وعادت الكهرباء تدريجيا والحمد لله الأمور إن شاء الله تمام، ما زال الإضاءة داخل المدينة.